انا خلاص فلست. الست الحلوة عمرها ما تفلس ابدا. فلفها يا راجل ايه وولعني. ولو خسرت يا حلوة تبقى انت اللي كسبت يا باشا. تعالى كمل يا فضيل. اهلا علاء. يا مامي. ايه ده؟ انت بتبتدي النهارده بدري كده ليه؟ وكسبانه زي القشط، كلهم تجار عمله زي رشيد. تعالي سلمي عليهم. لا لا انا ماليش مزاج دلوقتي، اخش اغير واريح شويه. تعالي بقى احكي لك حصل ايه في المحكمه. يا مامي ما احكي لك. عارفه الاستاذ مختار طمني في التليفون. قولي لي انت بقى عدتي على رشيد في مكتبه زي ما قلت لك؟ ايوه، وهيشتري لي العربيه الجديده. شفتي رشيد لا يمكن يرفض لك طلب. انا مش فاهمه انت مش عايزه تتجوزي ليه مع انه كلمني كذا مره. يا مامي اذا كان على الفلوس رشيد مش الراجل الوحيد اللي ممكن يديني، كل الرجاله اللي قاعدين بره دول ممكن وباشاره واحده مني. عارفه بس انا نفسي اشوفك ست هانم في بيتك بقى. يا مامي انا كمان عايزه، بس الراجل اللي اتجوزه لازم يكون عاجبني. هو انت بيعجبك العجب هنلاقيه فين ده بقى؟ اقول لك على فين يا مامي. انا خلاص لقيته وفي المحكمه. في المحكمه؟ أما حتة محامي يا مامي غني ومشهور ومحترم وناجح وطلع مش متجوز كمان. يا صلاة الزين يا عم شفيق ارحمني بقى. يا صلاة احلق لي بقى وارحمني. ده المغنى حياتي وروح. وانت بزي الافراح. ويا سلام بقى لو العروسة من طرفك. انا عارف انت تقصد مين. طب وايه رأيك دلوقتي وانا مش قليل؟ انا بقيت راجل من رجال القضاء. لا وايه، وجارنا من زمان وبحلق لك من ايام ابو شيرين. بس بقى اصلا فرضا شرعا لازم اسال البنت اولا. قلت لا يعني لا، مش هشتغل في البوتيك ده بعد النهارده. خطر عليا. اصلك يا خالي ما تعرفش صاحب البوتيك ده كان عاوز مني ايه؟ هو احنا كل ما نرستك في شغلانه تسيبيها؟ على العموم سناء خلاص لا هتشتغل في البوتيك ولا في غيره. يبقى انا كمان بقى اقعد واتسكت. وانت ابقى اصرف علينا من الابعاديه بتاعتك. يا ستي افهميني مره من غير منادى، البنت جالها عريس. انا؟ عريس؟ مساء الفل يا سطر. مساء السطر يا فل. وفل الفل كمان، خد هدى ستين شربات وحصلنا على بيت شفيق. بس شفيق وحمديه. حمديه على السلامه بالاول. شفيق وحمديه راحوا فرح. وبيقول لك ان سناء منتظراك ومستنياك فوق. يبقى صدر الحكم مشمول بالنفاذ. تأبيدة زوجية. اهلا يا اهلا. اتفضل. سناء انا النهارده اسعد يوم في حياتي. وانا عمري ما كنت مش عارفه اقول ايه زي اللي دي. قولي يا سناء قولي، ما تكسبيش فضفضي. انا صادق، انت فهمتني غلط. فهمتك غلط ازاي؟ مش فاهم. انا حاسه بشعورك من زمان، وانت كمان عزيز عليا. لكن ايه؟ في ايه يا سناء؟ الجواز يا صادق حاجه تانية. وبصراحه انا ما تقبليش تتجوزيني؟ لا انا ما اقدرش اقول لا، لكن لازم تديني فرصه افكر. ماشي، يوم اتنين انا تحت امرك. اكتر يا صادق عشان خاطري. فهمت. معلش على العمد اسمع نصيب. استنى علشان خاطري افهمني. ما انا فهمت خلاص، وكان لازم افهم من زمان. عن اذنك صادق ارجوك انا محتاجه لك. وانا برضو تحت امرك. اؤمري. ايه زعلان مني؟ مش ده المهم. نعم ممكن انا وانت نفضل اخوات زي الاول. اللي بيحب عمره ما يكره السناء. طب ساعدني على ظروفي ما تسيبنيش. انا لو قعدت هنا من غير شغل حمدية هتعاملني زي الخدامه وتسلني. معاش اللي يزلك وانا موجود. عناية يا سناء.